رضا، رجعنا لحضراتكم وسريعا للمتخصص في شؤون الجماعات المسلحة الأستاذ إبراهيم ربيع، منورني، مساء الخير. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. ربنا يخليك. وأهلا بفريق الإعداد كله. ربنا يخليك. خليني أبدأ معك سريعا، يعني إحنا ملاحظين في محاولة صناعة صورة مختلفة عن كل اللي فات، سواء في حادثة البدرشين، محاولة حتى تصوير شأن الوراء النهاردة اللي هو شأن ممارسة الدولة لحقها القانوني بشكل طبيعي، قناة إخوانية على اليوتيوب، الجزيرة تضم عليها، تذيع، تنقل، في محاولة صناعة صورة مختلفة، ولا احنا قلقانين بزيادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا طبعا في صناعة صورة مختلفة وفي دعم لوجيستي، وهي القناة اللي بتاعت وطن بتاعت اليوتيوب دي بتصور بإمكانيات تكنولوجية ودعم من القمر الصناعي مباشرة، يعني مش المسألة مش واحد قاعد تحت بيصور يعني وبيبعت، ده مواضيع كبيرة. وهو الموضوع أساسا أهل الشر، لو حضرتك يعني تتبعنا كده المسألة هنلاقي أهل الشر مش عايز يعني ليه مركزين على مصر، وليه كل شوية يعيدوا إنتاج صورة جديدة، وليه هم لما يحسوا إن هم بفضل الله سبحانه وتعالى فشلوا في إجراء معين يبدأوا يجددوا في أدواتهم عشان خاطر يلبخوا المصريين نفسيا ويفضوا الظهير الشعبي اللي ورا الرئيس اللي مكلف بمهام محددة في فترة رئاسته الأولى. ده كله معمول عشان خاطر ان مصر ما تقومش. مصر ما ليه؟ اولا حضرتك لو احنا رجعنا بالذاكره ورا في الجزائر، اولا الرئيس السيسي قال للمصريين ان انا قابلت الناس اللي كانوا قائمين على امر الجماعه دول قبل 30/6 وقلت لهم السكه اللي انتوا ماشيين فيها غلط والدنيا مش ماشيه صح كده والبلد كده، الامن القومي بيتعرض للانهيار. هزات عنيفه طبعا. قالوا له هيجي لنا، لو حضرتكوا تابعتوا الحوار اللي بينه وبين ابراهيم عيسى ولميس الحديدي في الترشح وهو وزير دفاع في فتره الرئيس عادل منصور، قالوا لنا كده بالظبط، يعني حكومكم يعني قتلكم. والرئيس السيسي ساعتها قال احنا قررنا كجيش وشرطه نتلقى الرصاص في صدورنا بالنيابه عنكم. صحيح. يا شعب. انا عايز اقارن الصوره دي بالصوره اللي حصلت برضو لنفس الفصيل دوت في الجزائر سنه 1990 وفي 10 سنين سموها الجزائريين العشريه السوداء. تمام. تم يعني قتل 300,000 جزائري في العشر سنين دول من قبل الجماعات دي. من قبل الجماعات دي كانت كرة بالكامل بتتحرق بأيدي هؤلاء الإرهابيين. طبعا احنا الجيش بتاعنا قال هنتلقى الرصاص بس بالنيابة عنكم. انا عايز الصورة دي المصريين يستوعبوها، استحضروها كده. انتوا في 10 سنين مات 300,000 بني آدم من المواطنين. ليه؟ لان مفيش جيش قرر ان هو يتلقى الضربة. ما وقفش حائل دون إصابة المدنيين. انتوا بقى الحمد لله رب العالمين قاعدين بتتكلموا في دعم وبتتكلموا في عيش وفي سكر وفي زيت وفي كهرباء وكذا، وفي جيش بيتلقى عنكم الرصاص وفي شرطة بتتلقى عنكم الرصاص. فالمفروض بقى احنا ده دورنا نقف ونثبت زي الصخرة ورا جيشنا وشرطتنا ورا رئيسنا. هو أهل الشر ليه المستقصدين مصر؟ مصر الأول أول حاجة وقفت في 30/6 وقالت لأداة الحرب بالوكالة في مصر هنقطعها. الجزيرة مباشر مصر وقتها كان. الجزيرة مباشر مصر والتنظيم الإخوان. طبعا. قالوا لهم أنتوا الجيش جيش الاحتلال الإخوان اللي أنتوا عاملينه عشان يحتل مصر ده بالوكالة عنكم، لأن خلاص ما بقاش فيه احتلال عسكري زي العراق وزي غيره، فجم في مصر عايزين يشغلوا جيش الاحتلال المدني بتاعهم اللي هو الإخواني. المصريين في 30/6 قطعوا هذا الذراع وقالوا إن المشروع كله على بعضه فركش. فكان لازم يضغطوا على مصر أكتر. مصر بعد ده كله بتبني مشاريع قومية، بتبني بلدها،
بتعمل برامج حمايه اجتماعيه، مع ان حضرتك قلت دلوقتي ان في 15 عربيه دفع رباعي تم تدميرهم على الحدود الغربيه. انا عايز المصري يتخيل اولا كميه الجهد والعرق والدم اللي اتبذل عشان نقتل دول، عشان نحصل على المعلومة ونترقبه، عشان نحصل على المعلومة رقم واحد. رقم اتنين سيادتك التكلفة المادية للحاجات دي، ما هي دي بتتحمل على ميزانية الدولة، وعلى وانت هتيجي اخر السنة هتتلاقي ان ال 15 عربية دول اتضربوا بكم طيارة وبكم قوات وبكم استعداد وبكم ناس بتجمع معلومات وبكم كذا، كل دي مصاريف سيادتك المفروض تدفعها، وإلا هيتقتل منك 300,000. وكمان انا عايزاهم يتخيلوا بقى لو العربيات دي كانت دخلت كانت راحت فين واشتغلت ازاي؟ ما هو ده كمان التصور الاخر. ما هو انا بقول له كمان حتى لو انت هتفلسفها بطريقه اللي انت بتهتم بيه مساله الدعم والبنزين والكذا، طب ما انت المفروض سيادتك يعني بتدفع ده عشان تحمي نفسك وتقعد في التكييف وتتفرج على ماتشات. ما في غيرك واقف في الحر دلوقتي، تخيلوا درجه الحراره في الصحراء الغربيه كام دلوقتي، واخوانك في الجيش واقفين بيدمروا 15 عربيه دفع رباعي محمله بالاسلحه، كانت ممكن تيجي تعمل قد ايه الرعب اللي حضرتك كنت هتعيش فيه، قد ايه الدم اللي حضرتك كنت هتعيش فيه، قد ايه الخسائر اللي حضرتك كنت هتعيش فيها لو ما تمش ده. طب عايزه استوقفك عشان نتكلم عن التقصير الامني. طيب عايزه استوقفك شويه. اتفضل. الصوره اللي يعني من نعم ربنا علينا ان يوم حادثه البدرشين كان في 5 حوادث على مستوى العالم، فالدنيا كلها كانت داخله في زحمه، فخدت الحيز بتاعها مهما حاولت البي بي سي او غيرها يعني يكبروها. الحادثه دي بالنسبه لي انا بتقول ان التنظيم داخل في لحظه غريبه شويه، وان في عناصر دخلت من اللي عاشت في الحاضنات الداعشيه السوريه او الداعشيه الليبيه. يعني ايه ما اكتفوش بالقتل؟ يعني ايه بينزلوهم؟ يعني ايه بيحاولوا يذبحوهم؟ يعني ايه بيحاولوا يحرقوهم؟ انا عايزه بس المشهد ده المصريين يستوعبوه. هو الصورة اللي اترسمت في الحادث الأخير بتاع البدرشين ده كانت صورة مقصود بيها الفزع، مقصود فيها الرعب، مقصود فيها الإهانة. الإهانة؟ إن حضرتك تحس إنك يعني ممكن نعمل معاك كل حاجة وبراحتنا. وفي عز الظهر. بس برضو أنا بقول إن ده علامة اليأس. وده علامة الانتحار القريب لهم. هم حاولوا مع الدولة المصرية كتير قوي 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 عشان يكسروها، عشان خاطر تبقى هي الجائزة الكبرى زي ما كانوا بيقولوا زمان. دلوقتي المصريين الدماء دي دماء دولة عظمى. انت بتدفع الجيش بكل نبل، هو الشرطة وشرف وشجاعة وإقدام وبسالة، بيدفع تمن مصر تبقى دولة عظمى في المنطقة. طيب علشان مصر تبقى دولة عظمى في المنطقة، هي مكملة في الخط اللي هي رفضت فيه هذا المشروع بكل أتباعه وبكل الحاجات اللي فيه. مهم جدا في اللحظة دي تقولي المشهد ده المصريين تجاهه المطلوب يعد درس ازاي، يعملوا ايه، يرفضوا ايه بالظبط؟ لانه ببساطة شديدة لو هو بيحاول يفرض عليه صورة الحرب، هل احنا قدام خناقة يجب ان احنا نشتغل عليها ما بين الاخوان وقواعدها؟ يعني هل مقبول عند الفكر الاخواني ايا كان بقى انه يقول ان في دين قال اذبح ودين قال احرق ودين قال اسحل؟ يعني هم هيقولوا ايه لناسهم؟ صحيح ناسهم مغيبة، بس الى هذه الدرجة؟ يعني هو لما نيجي نتكلم في صناعة الذئاب المنفردة وازاي والممرات اللي بيمر منها الذئاب عشان يروحوا للتنظيم، ممكن نتكلم في جزئية الدين ديت بتفصيل. اتفضل. فلو حضرتك عايز نتكلم نقولها في الموضوع ده. هو لو جينا نبص على شعار الإخوان، السيفين متقاطعين وتحتهم كلمة واعدوا، وفوق مصحف طبعا عشان الدجل والايه وان ده تسويق. والشعار اللي كان بيهتف فيه حسن البنا من اول يوم ما عمل تنظيمه هو الجهاد سبيلنا. وحاجه بقى حضرتك، انت لو جبت شاب عنده 20 سنه 19 سنه قلت له انت اسمى امانيك ايه، يقول لك ان انا اعمل كذا واسوي كذا وابني
لا ده كان بيقول لك ايه، والموت في سبيل الله اسمى امانينا. يعني حضرتك صناعه الموت دي حاجه ازليه وقديمه قوي 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 في صناعه الصوره دي اللي احنا عايشينها دي، في فكر حسن البنا مؤسس هذا التنظيم. ان حضرتك جاي التنظيم ده عشان تصنع الموت مش عشان تصنع الحياه. بالظبط. يعني انت جاي عندنا تبقى عضو في تنظيم الاخوان عشان تشارك في موت الحياه، عشان تشارك في موت نفسك اولا، لان ده اسمى امانيك. وانت بتموت كمان، ما انت مش هتموت بلوش، هتاخد معاك شويه كده من من الجيش والشرطه اللي هم حامين البلد. فده من حيث المبدا. بعد 2011 التنظيم سعى الى حاجه اسمها سماها فرق التامين والردع. وعلى فكره يعني كل اللي كانوا قريبين من تنظيم الاخوان في الفتره دي عارفين ان في ناس راحت غزه اتدربت بالالاف، مصريين اتدربوا على ايد الحرس الثوري الايراني وعلى ايد عز الدين القسام، كتاب عز الدين القسام. فالقوات دي اللي بتاعت التامين والردع لما ما يعني تحولت بعد 30/6 الى حاجه اسمها اللجان النوعيه، واللي منها حسم. لا ده لسه حسم. اللجان النوعيه دي سمعناها كتير بعد 30/6 مباشره. تمام. مصطلح اللجان النوعيه. تمام. وبدا ينفذ عمليات، وكان مستهدف الكبير ليه والدعم السخي اللي خده اللي خدته اللجان النوعيه دي ان تكسر الدوله في 25 يناير 2015. فلما ما فشلت بدا التنظيم يفتح جحور حاجه اسمها الذئاب المنفرده. طيب خلينا استوقفك عند الذئاب المنفرده في التجربه المصريه او الحاله المصريه، وينضم الي من بروكسل الصحفي الاخضر فرات، المحلل السياسي والمتخصص في يعني الشؤون الاوروبيه. يعني سيد الاخضر، خليني بدايه اسال حضرتك، فكره الذئاب المنفرده هل هي فكره قديمه؟ هل كانت حاضره في تجارب الضغوط بالاسلام السياسي في شمال افريقيا، في دول اخرى قبل ان تحضر الينا في مصر في صورتها الحديثه؟ اكيد. اولا احييك واحيي مشاهديك الكرام. وقضية الذئاب المنفردة هم الأشخاص الذين كانوا يعني منضمين إلى هذه الحركات الإرهابية، وفي فترة معينة يعني يتم فقدان الاتصال المباشر فتصبح ذئاب منفردة، يعني يمكن أن تقوم بعملية إرهابية دون اللجوء إلى المصدر أو القيادة التي تعطيها الأوامر، ويتم لاحقا تبني العمليات التي يقومون بها، وهي موجودة منذ أن بدأت هذه الحركات الإرهابية تنشط في مختلف البلدان في أوروبا، في شمال أفريقيا، وفي مصر، وفي العديد من البلدان التي قامت بها بعمليات إرهابية. طيب. وذهب يعني نتيجتها ضحايا يعني مواطنين أبرياء. لفت النظر لنقطة مهمة، وأن هذه الذئاب تعمل بشكل منفرد عن متخذ القرار اللي هي في المجموعة الأم أو في القاعدة اللي بينتموا لها، ولكن لا يخرجون عنها، بدليل بعد تنفيذ المهمة أو العملية يقوم التنظيم الأم بتبني العملية. كيف ترى أوروبا بروكسل أي الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي، كيف ينظرون لهذا النشاط الفردي الذي ينتقل من دول عديدة في أوروبا، كانت بروكسل واحدة منها، مؤخرا بريطانيا، مرورا بفرنسا، الآن الظاهرة تنتقل في دولة مثل مصر وتأخذ ملمح ما ربما يعني لم تشكل ظاهرة بشكل كبير، ولكن ملامح على الطريق بدأت لدينا في مصر، كيف يعني تتناولون الأمر لديكم؟ الأوروبيون قلقون جدا من هذه العمليات لأنها يصعب تعاقبها، وفي بعض الأحيان يصعب أيضا معرفة نوايا الشخص، لأن التتبع يكون يعني صعب جدا، والانقطاع بين
المنظمات التي تعطي الأوامر وبين الشخص تكون يعني شاملة، وبالتالي لا يكون هناك تواصل، ويصعب على الأجهزة الأمنية أن تتعاقب هؤلاء الأشخاص، وهم يخافون كثيرا من هذه ظاهرة الذئاب المنفردة، وهي وقعت في فرنسا ووقعت أيضا هنا في بلجيكا من حوالي أسابيع فقط، عندما قام ناشط مغربي الأصل بمحاولة تفجير محطة القطار المركزي ببروكسل، وكان أيضا من ضمن هذه الذئاب المنفردة، وهي تخيف كثيرا أجهزة الأمن، لأنها يعني يصعب أن تصل إلى الشخص الذي ينفذ هذه العملية، إلى جانب أن هناك أيضا عمل إيديولوجي تقوم به الحركات الإسلامية المتطرفة، بحيث أنها تقول أو تحاول أن تبث دعاية مضادة للدعاية الأمنية، وتقنع الكثير من الشباب بأن هذه العمليات هي من صنع مخابراتي، من صنع المؤسسات الدولة، لأنها تقوم بحرب ضد الإسلام. وهذا ما سمعته شخصيا عندما حدثت محاولة تفجير محطة القطار المركزي. الآن العملية التي تواجهها الأجهزة الأمنية عملية يعني شاملة من طرف هذه الذئاب المنفردة، وأيضا من طرف الدعاية المضادة الموجودة على مستوى الأحياء وعلى مستوى المراكز الدينية، وفي أيضا في السجون وفي المقاهي وفي مختلف الأماكن. سيد الأخضر، يعني من واقع التجربة اللي رصدتها في واحدة من كتبك التجربة الجزائرية، هل تتوقع أن الآن الإرهاب مع الملامح الجديدة والقسوة فيها، ومن خبرة حضرتك في العمل في الاتحاد الأوروبي ويعني داخل أروقة البرلمان، هل من الممكن أن يتم القبول بالرؤية المصرية للإرهاب، أي أن الإرهاب لا يقتصر على جماعة؟ هل من الممكن أن نرى موقف حقيقي؟ حضرتك بتقول هم قلقانين خائفين، يكون هناك موقف أوروبي حقيقي لمواجهة الإرهاب بشكل جاد؟ هناك الكثير من التناقضات بين الدول الأوروبية نفسها في المقاربة الأمنية، وهناك منادات من فترة معينة لبناء وكالة مخابرات أوروبية لحماية أوروبا نفسها، ووقفت ضد هذه الفكرة بعض الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا التي ترفض أن تتقاسم المعلومات مع الدول الأخرى. وأعتقد أن فيه هناك توجه لتبني موقف موحد، يعني لا أدري كم سيتطلب من وقت، ولكن الأمر الذي لاحظته هنا في بروكسل أن مصر تحظى يعني تفهم وبدعم أيضا أوروبي، وأن المواقف السياسية التي يتبناها الأوروبيون تتقارب كثيرا مع المواقف المصرية باتجاه يعني معالجة قضية الإرهاب، ويعتبرون أن الإرهاب الذي يمس مصر هو من نفس الطبيعة الذي يعني يمس الدول الأوروبية نفسها، وهناك تعاطف كثير، وبيانات أيضا صدرت من عدة عواصم أوروبية تدعم يعني الموقف المصري، مجهودات الحكومة المصرية في محاربة الإرهاب. والموقف المصري. بشكر حضرتك شكرا جزيلا من بروكسل، الصحفي الأخضر فرات المحلل السياسي. طيب برجع لأستاذ إبراهيم ربيع، احنا في مصر ما بنشعرش ان في يعني محاولة حقيقية لمحاصرة الإرهاب، كل ما بنقرب من جماعة الإخوان بتظهر التكتلات القوية في أوروبا وبترفض، على الأرض بيتقال لنا طول الوقت ان منهج الحكومة العالمية مش مسموح لمصر لا تمتلك تنمية ولا تقف على رجليها. تمام، ايه حقيقة بقى ده؟ هو طبعا حضرتك لو رجعنا بالتاريخ لورا هنلاقي ان لما مصر حبت تعمل دولة حديثة من خلال أسرة محمد علي من في المجال السياسي بدستور المنبثق من ثورة 19 لدستور 23 وبرلمان وحياة سياسية ناضجة، وفي المجال العسكري الجيش المصري بدأ تجهيزه وإعداده، والبحرية المصرية كانت واخدة مركز متقدم في آنذاك،
لما في المجال البنية التحتية الترع والطرق والأناطر والكلام ده تم محاصرة، والتنوير بقى محمد عبد والناحية دي مش تم محاصرتها، ده كان الأساس اللي اتبنت عليه كل بقى الحاجات دي سواء سياسية أو عسكرية أو بنية تحتية أو تنمية اقتصادية وزراعية وغيره، كان تماسك المجتمع المصري اللي تجلى في 1919 والهلال والصليب، يحيى الهلال والصليب واحد رموز الكنيسه يخطب في الجامع الازهر. كان مطلوب يحصل ايه بقى؟ ده يتنسف الاساس ده من خلال تنظيم عنصري ديني يفرق الشعب المصري على اساس ديني. بالظبط احنا النهارده وقد قام سنه 1928 تنظيم الاخوان بقياده عشان يرد على ثوره 19 المجهول النسب حسن البنا. بالظبط كده، عشان يردوا على ثوره 19. فهو الموضوع قديم، وكل ما تكرر في عصر عبد الناصر برضه اتضرب ب67 وخلافه، والان وهكذا. والان بقى يعني الاهل الشر مش سايبين الراجل ده، لان المصريين لازم ياخدوا بالهم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي خد قرارات في 3 سنين، قرارات جسوره جدا جدا، سواء محدش الرؤساء من اول عبد الناصر لحد محدش قدر ياخدها. ليه؟ لانه مدعوم بظهير شعبي، وده اللي بيقوله للمصريين، ولانه مش قلقان على كرسيه، ما لا هو زاهد، عينه على مصلحه شوفي الدوله. هذا الرجل اشهد بانه زاهد في السلطه وزاهد في المال وزاهد في كل حاجه، وهو جاي لمهمه محدده. يعني ما عندوش اي حسابات خالص غير ان مصر تبقى في الامان، تقف على رجليه. فاهل الشر النموذج ده. طيب على ذكر اهل الشر، حتى في حادثه الوراق النهارده اللي هي حادثه تطبيق القانون، يعني بتحصل في اي دوله ما فيش فيه ازمه انه يتم نقلها على الهواء ومحاوله الاستفاده منها والجزيره تشتغل عليها طول النهار. انا هنا معنيه شويه اكتر باللي يخصني انا جوه. هل رجعت الزوايا في الاطراف؟ لان ما هي الصدفه انها تبقى البدرشين، وما هي الصدفه انها تبقى الوراق، تشتغل بنفس المنهج الإخوان السلفي الإرهابي القديم، وترجع تكون بؤر ونقاط لبس هذا النوع من الفكر مرة أخرى؟ لا يا فندم، ده بالعكس، ده مش الزوايا والزوايا الأطراف، ده مساجد في العمق. بمعنى؟ ما في مساجد في مدن وقرى مصر، ومساجد في كل أنحاء الريف المصري والصعيد المصري والقاهرة الكبرى على مرأة مني أنا، في مساجد محتلة إخوانيا لحد دلوقتي. لحد دلوقتي في السيد وزير الأوقاف بقول له في خلايا كتير إخوانية في وزارتك، في الديوان عند حضرتك خلايا إخوانية، حضرتك تعلم، فإذا أرادوا يتواصلوا. يعني في المساجد حضرتك، انا عايزك بس تشكل فريق من 100 واحد بس، ينزلوا على 100 مسجد صدفه كده، ويسمعوا خطبه الجمعه اللي جايه دي ولا اللي بعديها، ويقدموا تقرير امين ومحترم لمعاليك. شوف كميه البشاعه والخطاب التحريضي على الدوله اللي بتقبضهم. انا بقول لوزير الاوقاف كده. فالمساله مش مساله زوايا صغيره، مع ان المفروض ده كله كان بعد 30/6 وزارة الاوقاف تقوم بدورها في هذا، في التطهير ده الشامل ده، وما والتماحيك بتاعت بقى حرب الدين والمساجد والافلام دي مش عايزينها تسيطر علينا وعلى قرارنا. عايزين الدين حريصين على اقامته، وحريصين على انه يصل ناصع نقي للناس، وما فيش احرص من مصر على ان يبقى الدين صحيح وما فيهوش مشاكل. احنا بلد زي اي دولة. لا عندنا دين صحراوي ولا دين بدوي ولا دين معرفش ايه ولا دين ايه، عندنا دين اسلامي كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيهوش اي حاجه. فما نخافش من النقطه ديت، وخلينا عندنا شويه جساره ونتحمل مسؤوليتنا بامانه. بلاش بقى التكلس في الوظيفي واداء الشيخ بتاع الجامعه يا فندم، اللي هو يعني ملوش دعوه بالاخوان ومش خلايا نايمه. هتلاقيه انسان متكلس، هتلاقيه انسان بيأدي دورته كوظيفه في الاوقاف. طب ما هو كمان النماذج الشابه طلعت نماذج يعني اقل ما توصف بيه انها تعيسه. حضرتك فاكر يعني الشيخ عبد الله اللي بيلعب كمال اجسام اللي مسكوه اهم واحد من اهم مساجدنا، مسجد السيده نفيسه. يعني الشيخ عبد الله دوت لو يفتكر نفسه هو مسؤول عن طلبه اخوان في التسعينات، اخوان جامعه الازهر، كان شاب، كان طالب اخواني ومنتسب ومنتظم في التنظيم الاخواني، كمان وكان ايوه
يقوموا يمسكوه جمع هو عبد الله رشدي يطلع ويتكلم عن تاريخه ويقول في ايامه هو في جامعه الازهر كان بيمسك كان مسؤول عن ايه في جامعه في قسم الطلاب في الاخوان. طب ده معناه ان وزير الاوقاف يعني مشغول قوي مش قادر يشوف الحاجات دي؟ وزير الاوقاف يعني هي المفروض الوزاره ان فيها الوزير بيجي له تقارير من وكلاء الوزاره، بيجي له تقارير من الناس اللي في الديوان، المفروض الناس ديت تبقى امناء وصادقين، والمفروض ان الناس اللي المفتشين بتوع ادارات الاوقاف المعنيه بادارات المناطق يبقوا برضه امناء، لان هو برضه مش هينزل لوحده، انا مش بعذره، ده هو مسؤول امام الله وامام التاريخ وامام المصريين. ولكن المفروض ان اللي تحت منه هم اللي يدوا له تقارير امينه ويقولوا له احنا حجم المشكله قد ايه عشان يتخذ قرار. انما هو بيوصل له لا يا فندم تمام، لا يا فندم تمام، والدنيا تحت ابراهيم تحت بايظه. نفس اللي احنا بنقوله ده، يعني هل وزاره الاثار ما حصلش فيها اخوانه؟ ما كل الوزارات وكل المؤسسات وتمكين وانا كنت بتكلم على اني يعني ما هو ده اللي احنا ده دورنا، ان غير مقبول ان تلاقي في مؤسسة من المؤسسات، نبدأ بالمؤسسات المؤثرة زي وزارة الثقافة فيها خلايا إخوانية وخلايا سارية بتخدم على الإخوان أكتر من الإخوان. هي بتعمل حاجة وزارة الثقافة؟ المفروض إنها كان دورها هو الرائد بعد 30/6 كان المفروض لكن اللي حصل لكن تم مرادات الأصوات المعارضة من الليبراليين واليساريين يعني بوزير محسوب عليهم الأخ وزير الأوقاف، بس ما بيعملش حاجة، عنده بنية تحتية يقدر يوصل للقرى والنجوع ولكل شاب في ربوع مصر. عنده قصر ثقافي في القرية، عنده قصر ثقافي في المدينة، بيعمل بيه ايه؟ لا ده قاعد فيه شويه عواطليه، لا وبيتم تأجير القاعات لخلايا إخوانية تعمل الاجتماعات بتاعتها فيها وفي صعيد مصر. لو حضرتك اتكلمنا في ممرات الذئاب المفيدة، طب سريعا عشان بقى دقيقة واحدة هنتكلم، بقى دقيقة واحدة طب هو شوف حضرتك ممرات الذئاب المنفرد، ممر الدين بعد تراجع دور الازهر مكتفيا بدور الوظيفة، وان الشيخ يعني بيأدي وظيفة ما بيأديش رسالة، فساب انسحب من مساحة تمددت فيها التنظيمات الإرهابية وعملت حاجتين الأزهر مسؤول عنهم. الحاجة الأولانية إنها خطفت الدين وراحت خلطاه بالدولة ورفع شعار حسن البنا وإخوانه الإسلام دين ودولة، وده غير حقيقي وغير إسلامي وغير قرآني. يعني إيه في وجدان البني آدم اللي يتلقى هذا الشعار؟ يعني سيادتك هتتلبس سلطة الدولة اللي تملك الإكراه وتملك الإجبار وتملك الإذعان وتملك المنع وتملك المنح، ده كلمة فإنك تتلبسه أنت كفرد، ده معنى دين ودولة. فتقوم بدورك أنت بقى، أنت الدين مسألة فردية، فأنت تقول أنا مسؤول عن إن أمنع ده، ومسؤول عن إن أدي ده، ومسؤول عن إن أواجه ده، ومسؤول عن إن مش عارف كذا، فتتلاقي نفسك بتمارس سلطة الدولة، سلطة الإكراه، وسلطة المنع، وسلطة الإذعان، وسلطة وسلطة. في حين إن لا إكراه في الدين. الإخوة بقى الأزهرية سريعاً فهمونا إن لا إكراه على الدين، لكن هو لا إكراه في الدين. في الدين يعني سيادتك قالوا لنا الأزهرية مع احترامنا ليهم قالوا لنا ان انت مش هتجبر عليك دخول الاسلام، لكن لما تدخل الاسلام هنطلع يعني بشكرك شكرا جزيلا. استنى خلاص والله العظيم خلص الوقت. بشكرك شكرا جزيلا المتخصص في شؤون الجماعات المسلحه الاستاذ ابراهيم ربيع. ارجو ان الرساله تكون وصلت وكلنا نبقى واخدين بالنا، خلوا قلبكم على بلدكم قبل ما التعاطف يخليكم تروحوا للمساحات المغلوطه. الى اللقاء.